أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأبراج ليوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023. توقعات برج الثور وبرج العذراء وبرج الجدي ليوم الجمعة، هتعرف تخلي خيالك ينطلق أكتر وتنظم في كتير من الاجتماعات والتجمعات اللي بتعتبر شيقة جداً. هتقضي كتير من الوقت مع أشخاص هيجدوك في صحبة ممتعة معاهم، هيحبوك في الفترة دي. لازم تبقى حذر جدا في كل علاقاتك مع الأشخاص اللي حواليك، ممكن يكون عندك شعور بالنفاق في الفترة دي وحاجات غير معلنة بالنسبة ليك يا ثور، بالنسبة ليك يا عذراء، وبالنسبة ليك يا جدي. في تلاعب عندك وكل ده ممكن يبقى مش بيساعدك. هتدور دايما على الحاجات اللي بتبقى مفقودة عندك ومنسية، هتستندها بشكل واضح حتى لو كان وعد هتفتكر انه مش هيتحقق ابدا. لا، حاول توعد نفسك بيه مرة تانية وهيبتدي يحس برج الثور بالوزن بعد الانفصال عن طفل او عن حد من افراد اسرته في انفصال ليك يا ثور. حتى لو كانت دي ظاهرة مؤقتة هتبقى بتأثر عليك عاطفيا بدرجة كبيرة. اما بالنسبة ليك يا عذراء، ممكن تمر شوية نزاعات فيها حجج بسرعة كبيرة في اليوم ده، عشان كده حاول تتجنب انك تعمقها زيادة عن اللزوم. خلينا مستعدين ان يوم الجمعة هيسيب احداث اجتماعات مختلفة، هتبقى بتتعلق باسرتنا باقاربنا، هتطلب مننا اننا نهتم بيها. هنكون حابين اننا نخصص وقت للكلام وللمقابلات مع اصدقائنا، هنتقابل اننا نلاقي الوقت لكل ده. وهتخلينا شوية اخبار في اليوم ده نحزن شوية، لكن هتبقى مرتبطة باحداث كتير هتبقى بتفرحنا في حياة الاشخاص اللي احنا بنعرفهم او حتى اللي بنهتم بيهم. هنعرف نعبر عن اهمية اليوم ده في كل قدراتنا عشان نعرف نتكيف بسرعة اكتر مع كل المواقف وكل الاحداث المش متوقعة وكل التغيرات وكل الاخبار اللي بتبتدي تنشأ عندنا. هتكون في شوية توترات كافية في اليوم ده، مفيش داعي نفاقم الموضوع باهوائنا وسلبياتنا. خلال اليوم ده هتتفاجأ بكلمات افعال صغيرة جدا جدا مع شخص اصغر منك في السن.